سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو كيف العاده. الى اول مره كتشوفوا القناه ولا الفيديو ديالي، ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو، وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليق ديالكم. يوم جيت لكم فيديو جديده في اطار يوميات رمضانيه، اليوم رقم 23 من شهر رمضان. بديت لكم اليوم بالتحليه، غنصايب واحد التحليه رائعه باوريو، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وحتى في التحضير ديالها سهله ومكونات بسيطه. كيمكن لكم إذا ما بغيتوش ديروا اوريو، ديروا اي نوع ديال البسكويت كان عندكم غير باوريو كتجي ألد. نبدا معكم دابا بالمقادير. عندي هنا جوج معالق ديال الزبده، اللي غادي جوج معالق صغار ديال الزبده مذوبين. هنا عندي واحد 6 ديال القطع ديال اوريو. هنا عندي 45 غرام ديال الشكلاط الابيض، وعندي هنا 300 مليلتر ديال الحليب اللي ضفت ليه شويه ديال هاد بوريسيما، هاد الحليب المركز الغير المحلى. كيمكن لكم تضيفوه، كيمكن لكم تستغناو عليه، غير هو كيزيد واحد النكهه ألد. هنا عندي شويه ديال الاوريو غير للتزيين. عندي هنا واحد الكيس ديال سكر فاني من فئه 7.5 غرام، وعندي جوج معالق كبار ديال النشا. بالنسبه للطريقه، غادي نجي غادي نضيف هنا هاد الحليب، وغادي نضيف عليه، نسيت بعدا ما قلت لكم، السكر. غادي نضيفوا واحد المعلقه حتى لجوج ديال السكر، نسيت ما ذكرتهم في المكونات. غادي نضيف هنا تقريبا معلقه ونصف ديال السكر، وغادي نضيف كيس ديال السكر فاني، مع جوج معالق كبار ديال النشا. غادي نخلط الكل جيدا، غادي نوضعو جانبا، وغادي نجي باش نوجد هاد اوريو. غادي نحيد ليه هاد الكريمه اللي كتكون فيه لداخل، هي اللي غادي نوضع في السلافه الاخرى. صافي البنات، من بعد ما كنعزل هاد الكريمه اللي كاينه في الداخل ديال الاوريو، غادي نضيفها لهاد الحليب مع النشا، وغادي نضيف هاد الشكلاط 45 غرام ديال الشكلاط الابيض، وغادي ندي الكل فوق النار مع التحريك المستمر حتى يعقد ليا الخليط. بنات غير كيعقد الخليط بحال هكا تيولي كريمي. غادي نوضعو بحال هكا جانبا، وغادي نجيب هاد البسكويت اللي حيت ليه الكريمه ديالو، غادي نحاول انني نفرتو بحال هكا بالقاعده ديال شي كاس. صافي البنات، من بعد ما كنفرتو بحال هكا، غادي نضيف عليه هاد الزبده اللي دايبه تقريبا جوج معالق صغار، وغادي نخلط جيدا. صافي البنات، غير كندير جوليا وكنجيب الكويسات اللي غادي ندير فيهم التحليه، وغادي ندير شويه من هذا الخليط. ودابا البنات غادي نجيب هذا الخليط اللي وجدت، نحركو مزيان ونضيفو على هاد البسكوي. وصافي البنات، للتزيين غادي نزين بهاد اوريو اللي بقى ليا هنا، غادي ندير ليه غير بحال هكا من الفوق وصافي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه، كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وشفتوا حتى في التحضير ديالها سهله. غادي نغطيها دابا ونحطها كتبرد في الثلاجه، ونتلاقاو باش نكملوا الفطور مجموعين.
ودابا غادي نبدا في الفطور. غادي نصايب ميني بيتزات بديك العجين اللي كنت شاركت معكم. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. المهم هادوك ساهلين دغيا، غنصايب غير لاصوص وندير عليها الحشوه. غادي نقاد فطائر. هي فطائر في الاصل تركيه، كتجي لذيذه ولكن كتشبه البطبوط ديالنا، كيكون معمر بواحد الحشوه رائعه. المهم غنشارك معكم طريقه سهله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف، وكيجو رطيط بين دوك الفطائر. المهم نبدا معكم دابا بالمقادير. عندي 200 غرام ديال الدقيق، عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجن، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي 150 مليلتر ديال الحليب يكون دافئ. غادي نبداو في الطريقه السهله. غادي نوضعوا هاد 200 غرام ديال الدقيق. نسيت واحد معلقه صغيره ديال السكر، انا اليوم ما عتمني كنسى لكم السكر. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال السكر ديال الاولى. غادي نضيف بعدا الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نبدا نضيف الحليب تدريجيا، الحليب الدافئ حتى يجمع ليا العجين. صافي البنات، غير كنجمعوا العجين وكنجيبوه فوق سطح العمل وكنبداو نخدموه حتى يولي الشكل ديالو املس. وصافي البنات، من بعد ما كيولي لينا العجين بحال هكا املس، شو العجينه رطيبه، غادي نوضعها في واحد الزلافانيت اللي عجنت فيها، وغادي نخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. غادي تاخذ لكم شويه الوقت في الخميره لان فيها الزبده. المهم غير يضاعف الحجم ديالها، ونوريكم المرحله المواليه. دابا غادي ندوزو باش نصايبوا الحشوه مجموعين. البنات، بالنسبه للحشوه اللي غادي نديرو في هاد الفطائر ولا هاد البطبوط اللي غنصايبو، غادي نضيف هنا شويه ديال زيت الزيتون. عندي هنا واحد البصله مشلضه، وعندي الفلفله حمراء، وجوج فصوص ديال الثومه غادي نضيفهم. وغادي نشحر الكل جيدا حتى تهبل ليا هاد البصله مزيان هي والفلفله. البنات، من بعد ما كتهبل ليا هاد البصله بفيها شويه ديال الماء، غادي نضيف الحطه. غادي نضيف شويه ديال البابريكا ولا تحميرة. غادي نضيف شوية ديال الفلفل الأسود. غادي نضيف الملحة. وغادي نضيف شوية ديال القزبر ومعدنوس. ودابا البنات غنضيف واحد جوج مكلفات ديال الجبن. صافي البنات، ضفت هنا شويه ديال الجبن، كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش تضيفوه ما كتضيفوش.
خاص الحشوه تكون ناشفه، الشوا ما فيهاش الماء. صافي غنخليها تبرد ومن بعد نتلاقاو باش نعمرو الفطائر. هنا البنات من بعد ما خمر ليا العجين وضعف الحجم ديالو شتو، غادي نحاول نخرج داك الهواء اللي فيه. غادي نقسمو على 4 ونعاود نقسمو على 8 البنات. هاني شكلت 8 ديال الكويرات يكونوا متساويين في الحجم. غنخليهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق غير يترخاو شويه باش يجوني ساهلين انني نسرحهم بالمدلك. كيمكن لكم تسرحوهم بالدقيق، راه كنت حاطه هنا حدايا. كيف كيمكن لكم اصلا العجينه ما كتلصقش، يعني ممكن انكم تسرحوهم بلا المساعده ديال الدقيق. ودابا البنات غادي نبدا نطلق في الخبيزات بحال هكا على شكل دائره. البنات من بعد ما كنبسط هكا على شكل دائره، غادي نجيب واحد شويه ديال الحشوه ونوضعو في النصف ديال هاد الدائره. وغادي نجيب هاد النصف الاخر بحال كنصايبو لي شوسون وغادي نزديه مع هاد الشكل ونثبتوه مزيان باش يلصق. غادي نحاولو اننا بحال كنقرصو غير باش نصيبو الشكل ديالها. وبالنسبه لهاد الجوانب غنصيبوهم بهاد القطعه ديال البيتزا غير باش نفينيوهم. صافي البنات هما واجدين، غادي ندير لهم بحال هكا حتى من التحت وصافي غادي نوضعهم جانبا وغادي نستمر هكا غير نسالي التشكيل ديالهم ونطيبهم مباشره. البنات من بعد ما شكلتهم درت المقله كتسخن، هنا عندي شويه ديال الزيت غادي ندهنهم من الجهتين. هنا البنات سخنت المقله وغادي نبدا نطيب بجوج بجوج، هما راه كيطيبوا بسرعه خصكم تردوا ليهم البال. هنا البنات هذيك الطريفات اللي كنت كنقطع من الجناب باش كنفيني الفطائر بقات لي شويه هكا ديال الحشوه درتها انا باش حتى حاجه ما تضيع. هذه حتى هي صغيره،
البنات، هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي وجدت معكم كيجو رائعين ولذاذ لذاذين بزاف. كنتمنى تجربوهم. شفتوا حتى رطيبين، صحه وراحه البنات. بالنسبه للبيتزا ولا دوك لي ميني بيتزا، هنا درت واحد بصيله قطعتها بحال هكا شرائح رقيقه، درت معها شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود وزيت الزيتون. غادي نقليها مزيان حتى تهدى ليا. وهنا عندي البنات مطيشه اللي كنت سلقه وطحناها ومصفياها، ضفت لها شويه ديال زيت الزيتون، الملحه، الفلفل الاسود، المعجون ولا مركز الطماطم، البابريكا ولا التحميره. وغادي نضيف ليها دابا هاد التوابل ديال البيتزا. يمكن يكون نتوما تعوضوهم بالزعتر والزعتر اللي كان كيعجبكم، النسمه اللي كتعجبكم ديال اي اعشاب كتضيفوها. صافي، انا غادي نضيف ليها شويه ديال هاد الاعشاب وغادي نخليها حتى تختار ليا وتوجد. غنغطيها باش ما ترش ليا الدنيا، المهم غير يوجدوا ليا. وهنا معكم. ونسيت هنا البنات ما قلت لكم، ضفت واحد القريطه صغيره ديال السكر باش تدي ليا داك الكيليب وصافي. وغادي نغطيهم البنات. دابا بالنسبه لي ميني بيتزا غادي نعمرهم. غادي هادو راه بيان سور شاركت معكم الطريقه من قبل، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا عندي ديك لاصوص اللي وجدت، عندي هنا البصله اللي شحرت، عندي الزيتون الاسود، عندي شويه ديال الفلفله خضراء، وعندي الطون والفرماج. المهم غنعمر عادي. صافي البنات، انا كملت هاد لي ميني بيتزا، عمرتهم، غادي ندخلهم دابا الفران وغادي نتلاقاو باش نصايب هادي 6:30. تركني الوقت بزاف حيت خرجت قضيت شحال من الغرض. غادي ندير دابا لاسوب ديال الخضراء والكروفيت. المهم راه كنت شاركاها معكم في جوج ديال لي فيديو، غنديرها دغيا بالخف. البنات نسيت ما ضفت البصلة، المهم عندي هنا البصلة مقطعة، عندي البطاطا خيزو اللف قزور معيون، وعندي كريفيت، ضفت شوية ديال الملحة، الفلفل الأسود، وشوية ديال العطرية ديال الفل مع زيت الزيتون. غنخليها تشوي مزيان عاد باش نعمر عليه بالماء. البنات بالنسبه للعصير غادي ندير العصير ديال الكيوي و الليمون في شويه ديال الماء وصافي خفيف ظريف.
البنات هما لي ميني بيتزا اللي شاركت معكم كيجيو لذادين وحتى لاباط كتجي رائعه. نخلي لكم الرابط كيف قلت لكم ديال العجين في صندوق الوصف. صحه وراحه. حبيباتي هنا كتسالي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو تشجعوني بلي لايك والتعاليق ديالكم. اللي مازال ما مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد كنزلو. تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو في فيديو ديال غدا ان شاء الله. السلام عليكم.